كلما وضع له طعام أو شراب ابتل بدموعه. ليش؟ يقول له أبو حمزة: ما أنا الأوان. يقول له: لا تلومني، إني ما نظرت إلى عماتي وأخواتي إلا وتذكرت فرارهن من خيمة إلى خيمة. وبعد شوف 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 اللي أذى الإمام أكثر شنو؟ والمنادي ينادي: احرقوا بيوت الظالمين. بعد يقول له: يا أبا حمزة، كلما مررت على ديار آل عقيل اختنقت بعبرتي. بعد ليش مولاي؟ يقول له: فإني لا أسمع إلا الأنين من الأرامل والأيتام. بعد شويها يقول له: يا أبا حمزة، لا تلومني، يعقوب فقد ولدا واحدا وكان له 10 أولاد ويعلم أنه حي وسيجمع الله بينهما، ولكن بيضت عيناه من الحزن. اسمع إمامك زي العابدين. يقول له: وأنا رأيت أبي وإخوتي وعمومتي وبنو عمومتي لا مثيل لهم في الأرض. ما لهم مثيل، مجزرين جزر الأضاحي. التكسر الظهر شنو؟ يقول له: يا أبا حمزة، هل سمعت يوما من الأيام، هل سمعت أذنك أو رأت عينك أن هاشمية سبيت؟ واويلا، ما يردن، ما يردن، ما يردن مشل الشام قوة، ما يردن، ما يردن، وليالي العزية زينة راحن، ليالي العزية زينة ما يردن، ما يردن. رقية بيوم قالت: ماي أريدان أردان يردان. رخص عباس روح لها هدية الليلة. بعد تدري أريد، ها أريد دورك أنت، أنت المعزي، طلع لي ونتك، طلع لي ونتك من قلبك. ها راح نقرأ لك سوية أنا وملا عمار، نقرأ لك مصيبة السبي، فأريد ونتك، ها إيدك ارفع ليها. رخص عباس روح لها يا هدية. شنو حال زينب؟ حال زينب شلون؟ هذا حفظة، هذا البيت كلش قصير، ودائما تذكر واقرأ بينك وبين نفسك، اقرأ لعيالك، ترى زينب هذا حالها، زينب هذا واقعها. زينب شو تقول له لحسين لأخو أبو علي؟ تقول له: أخويا لا تقول زينب مستراحة، لا تقول زينب مستراحة، ولا تظن بطلت النياح، والله لا تظن بطلت النياحة. خويا انا عقبك يا خويا ترى ما شفت راحة. شلون حالها؟ شلون امرها؟ اسمع، رحمة الله عليه كان دائما يقرأها، المعلم المربي كان دائما يقرأها، اللي ثقف المذهب وثقف للمذهب، الشيخ الوائلي رحمة الله عليه. تقول له: ان كان تريدني انسى وبطل النوح ونيني، اخذ ذكراك من قلبي واخذ صورتك من عيني. شلون راح تقدر عايش وياها الحسين؟ لذلك من دخلت الى دارها هواي تألمت زينب، كلش تألمت، الدار خالية والمهد مال الطفل خالي. تقول له: لواني لواني الدهر يا ابن امي، سطرني ولا رحم حالي، على درب الحزن ذبني لا سلوى ولا والي. خويا مهد ما بي طفل نايم، بيت من الزلم خالي، انا شلون
ليش ما تنسى؟ شلون ننسى ولسه دخان الخيم باقي بعباتي؟